موجز العاشرة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. في المستهل تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب الجارية بقطر بعد فوزه على نظيره المغربي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، لتضرب الجزائر موعدا مع المنتخب القطري في الدور ما قبل النهائي الأربعاء المقبل، فيما تجمع المباراة الأخرى من الدور ذاته مصر وتونس. وهذه بعض التصريحات والصور التي صنعها مشجعو الخضر بعد الفوز مباشرة. ما تقدرش تيماجيني شحال الشعب راهو فرحان، شحال الشعب راهو الحرارة، فيفا لارجيري 1 2 3. حنا ربحنا الحمد لله، تحية فلسطين وتحية الجزائر. تحية الجزائر 1 2 3 فيفا لارجيري. وماتش كان صعيب صح، ربحناهم في لافا ورانا شايين لندن، استناونا بقوة. المباراة تاع اليوم ميور مباراة يا خو، هذه هي ميور مباراة والحمد لله. إن شاء الله كيما فرحتونا ربي يفرحكم هكذايا. و 10 ل 10 بالليل بابلو خليوه ما كاش اللي يحكي معاه، ما كاش ولا الصحة. هذا وهنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المنتخب الجزائري عقب التأهل للمربع الذهبي من بطولة كأس العرب بقطر، وغرد الرئيس تبون 1.5 مليون مبروك يا أبطال في إشارة رمزية إلى عدد شهداء ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي التي تزامنت مع أحداث 11 من ديسمبر 1960. بدوره عبر وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة عن بالغ سعادته وافتخاره باللاعبين والأداء المتميز والروح الرياضية العالية التي طبعت أجواء المباراة. وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تحل اليوم الذكرى الثانية لانتخابه رئيسا للجمهورية، وجه رسالة بمناسبة الذكرى 61 لمظاهرات 11 من ديسمبر 1960. أكد فيها أن هذه المظاهرات كانت دليلا على قوة الثورة الجزائرية ومؤشرا لحتمية نهاية الاستعمار. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة اليوم الأحد بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري وكبار المفاوضين من 3 دول أوروبية في فيينا. وكانت وزيرة الخارجية الألمانية قد صرحت على هامش قمة مجموعة 7 بعدم إحراز أي تقدم في محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي. في المقابل قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إن وزراء خارجية مجموعة 7 اتفقوا أثناء اجتماعهم في ليفربول على إمكانية إحياء الاتفاق النووي مع إيران، غير أن الوقت ينفذ بسرعة حسب تعبيره. في جانب آخر، لم يستبعد الرئيس الأوكراني إجراء محادثات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، فيما أعلنت واشنطن جاهزية الدول 7 لفرض عقوبات مشددة على موسكو في حال هاجمت تركيا. جاء ذلك بينما يتواصل في بريطانيا اجتماع لوزراء خارجية الدول 7 بهدف الاتفاق على موقف موحد ضد روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية. انعقدت على مدار اليومين الماضيين أعمال الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي في طبعتها 45 وسط ظرف متميز عن الدورات السابقة نتيجة استئناف الكفاح المسلح. وتطرق المشاركون في الندوة التي جرت بلاس بالماس بجزر الكناري الإسبانية إلى مسائل جديدة فرضها استئناف النزاع المسلح بين جبهة البوليزاريو والمغرب وآثار جائحة كورونا في الأراضي الصحراوية المحتلة. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار في دورتها 76، تبنت القرار الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره تحت البند 63 من جدول أعمالها.
ويأتي قرار الجمعية العامة الأممية ليزكي نفس القرار حول مسألة الصحراء الغربية الذي تبنته دون تصويت اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة الأممية. طالبت مبادرة أصدقاء الريف بالبرلمان الأوروبي الحكومة المغربية بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، ووجهت مجموعة أصدقاء الريف وهي مجموعة برلمانية أوروبية مشكلة من 3 فرق برلمانية بالبرلمان الأوروبي رسالة إلى الحكومة المغربية وقع عليها 30 برلمانيا أوروبيا طالبوا فيها بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بالمغرب. لقي 100 شخص على الأقل في 5 ولايات بوسط وجنوب الولايات المتحدة مصرعهم بسبب أعاصير وعواصف عاتية، وأظهرت صور وفيديوهات على مقاطع التواصل الاجتماعي مباني مدمرة وأشجارا مقتلعة وحجارة في الشوارع. ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأعاصير التي خلفت 10 قتلى في بلاده بالمأساة. نهاية النوجز، إلى اللقاء بحول الله.